بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم عن بلاي فير سايفر أو شفرة بلاي فير. شفرة بلاي فير من نوع الشفرات اللي بتعتمد على تبديل المواقع اللي هي ترانسبوزيشن سايفر. فكرتها بتكون كالآتي، بيعتمد على طبعا الحروف اللغة المستخدمة. مثلا احنا نستخدم اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية فيها 26 حرف. هنعمل مصفوفة أو جدول زي ده كده، 5 في 5، ملاحظين انها 5 في 5 يعني دي 25 حرف. هيكون في حرف ناقص، في الحقيقة هو في حرف اللي هو الاي والجي، هنستخدمهم بالتبادل، يا إما هنستخدم الاي يا إما نستخدم الجي. نعمل جدول زي ده 5 في 5، هيجي يديني البلاين تكست، النص الصريح، قال انه US United States US is launching nukes، الولايات المتحدة تطلق أسلحة نووية أو قنابل نووية أو صواريخ نووية، المهم. وقال انه الكي اللي هو الكي المفتاح زلدا، زلدا ده المفتاح. هقوم أعمل شنو؟ أول حاجة بمسك المفتاح، حروف المفتاح يتكون عندي حرف هنا 1 2 3 4 5، همسك حروف المفتاح دي هاخدها بالترتيب في الجدول. ببدأ من هنا زي اي، طبعا افضل خلينا نعملها كابيتال عشان تكون واضحة، زي اي ال دي اي، ده المفتاح وضعناه في الجدول. حتى لو كان أطول من كده بنتم الباقي. مفتاحنا كان 5 حروف، مللنا أول 5 حانات، بعديها حنتم باقي الحروف الأبجدية بتاعت اللغة الإنجليزية بدون ما نكرر أي حرف. يعني A الـ A already موجودة ما حكتبها، B ما في B حكتب B، C الـ D already موجودة ما حكتبها، E F G H، الـ I already موجودة، والـ J طالما إنه الـ I موجودة ما هكتب الـ J برضو. يعني إذا ما كان هنا في I عندي حرية الاختيار إن أضع I أو J، لكن ما ممكن أضع I و J. هنا already عندنا I ما هنخط I، طالما إحنا موجودة عندنا الـ I ما هنخط الـ J ذاته، هنخط الـ J. K L سوري ال L already موجودة، M N O P Q R S T U V W X Y و Z already موجودة. بعد ما انتهينا من تنظيم الجدول نجي نشوف، قال انه هو ده النص الصريح. اول حاجة بنعملها في النص الصريح ده بنوزع الحروف دي كلها حرفين حرفين، بنوزعها بطريقة دي، US already هي حرفين مع بعض، IS مع بعض، نقسم دي كلها الجملة أو الكلمة دي لحرفين حرفين. يعني نمسك الـ LA نخدها براها، الـ UN نخدها براها، CH و IN، والـ G دي هتكون مع الـ N اللي هنا ده هتبقى GN، و UC جوز براهم، بعدك فضل الـ S قاعدة براها ما ممكن نستخدمها براها، هنقوم نخط لها حرف يكون في اللغة المعنية استخدامه بسيط، زي الاكس زي الزد زي الكيو مثلا. هنا افتراضا وضعنا اكس، في العادة بيضعوا اكس او كيو او زد عشان نتمها يبقوا حرفين حرفين. بعد ما وزعناهم بالطريقة دي بنجي نشوف هنشفرهم كيف. هنشفرهم كل حرفين مع بعض زي ما هسي انا هنا راسيهم هنا ده، استعدادا لعملية التشفير. يو اس تشفيره هيكون حرفين كذا، اي اس تشفيره هيكون كذا. وطريقة التشفير بالطريقة بالأسلوب الآتي، بمسك الحرفين
يو اس، اشوفهم في الجدول هنا وين؟ دي اليو ودي الاس. الحرفين ديل لو جينا نعزل نعتبر انه دي كورنر ودي كورنر، هيكونوا عاملين زي مستطيل كده، اليو ماسكة كورنر والاس ماسكة كورنر. هقوم اشوف الكورنات المقابلة للحرف، يعني هنا قلنا دايما هنشفر يو واس، بشوف اليو الكورنر المقابل لها هنا وين؟ الكورنر المقابل لها اكس، والاس الكورنر المقابل لها بي. اذا تشفير يو هو اكس وتشفير اس هو بي. بجي بكتب هنا اكس، وقلنا الثانية الاس شنو؟ بي. بنشوف بعديها الحرفين التاليات اي اس، وين الاي؟ دي الاي ودي الاس، برضو عاملين شكل صندوق او مستطيل او مربع بغض النظر، المهم انه الرقم الحرفين في زاويتين متقابلات بشكل دياجونال كده. اي واس، الاي الزاوية المقابلة لها هي دي، والاس الزاوية المقابلة لها هي كيو حسب الشكل ده، اي مقابلها دي واس مقابلها كيو. اذا بكتب دي كيو، دي كيو. الحرفين اللي بعديهم ال و اي، دي ال ال ودي ال اي. في الحالة دي الحرفين جايين في صف واحد كده، هستخدم طريقة مختلفة، هشوف هعمل ازاحة الى اليمين لكل حرف. يعني احنا قلنا شنو؟ ال و اي، هذه ال ال ودي ال اي الاثنين في صف واحد، طالعين نازلين في صف واحد، هشوف هعمل ازاحة لجهة اليمين خانة واحدة، يعني ال ال هتبقى دي وال اي ما في خانة بعديها، هتقوم تلف تجي راجع هنا ده تبقى زد. ال اي ما في بعديها حاجة عشان اعمل لها ازاحة، هقوم ارجع ورا هتبقى زد. ال ال بقت دي وال اي بقت زد، اذا ال اي تشفيره هي دي زد، دي زد. تاني عندنا يو ان، اليو هذه والان عاملين زي ما قلنا شكل ده صندوق، اذا هيبقى تشفيره اكس اتش، اليو هتبقى اكس والان هتبقى اتش، اذا اكس اتش، اكس اتش. تاني عندنا سي اتش، سي ودي الاتش برضو عاملين شكل صندوق، اذا السي هتبقى بي والاتش هتبقى كي كي، اذا هتبقى بي كي. اكتب هنا بي كي. بعديها اي ان، اي ان برضو عاملين شكل صندوق، هتبقى دي كي، دي كي. تاني عندنا جي ان، الجي والان برضو عاملين صندوق، اذا هتبقى اف واو، تاني عندنا يو سي، يو ودي سي برضو عاملين شكل صندوق، اذا هتبقى في بي. تاني اخر حاجة عندنا اس اكس، يلا هنا الاثنين جايين في عمود واحد، احنا حلينا طريقتين، يا اما يكونوا عاملين شكل صندوق يا اما يكونوا في نفس الصف، هنا تعيين في نفس العمود. في الحالة دي بعمل ازاحة لتحت، بعمل ازاحة لتحت الحرفين اس و اكس، يعني الاس هعمل لها ازاحة لتحت هتبقى اكس، والاكس طالما انه ما في حاجة تحتها هترجع فوق دي، يعني الاس هيبقى تشفيرة اكس والاكس نفسها هيبقى تشفيرة دي. يعني لو افترضنا ان الحرفين عايزين نشفرهم هما مثلا اف واس، الاف هتبقى ان والاس هتبقى اكس، لكن هنا صادف ان هما الاثنين في عمود واحد وجنب بعض، واحد فيهم في اخر العمود، عشان كده الاس بتبقى اكس، والاكس طالما انه ما في حاجه بعديها او تحتها هتقوم تلف تجي لراس العمود هتبقى دي، يعني تشفيرنا هنا هيكون اكس دي، اكس دي.
كده انتهينا منهم. بعد ذاك بجي برص ديل كلهم، بقول ده النص المشفر. اقول سي بتساوي اكس بي دي كيو دي زي اكس اتش بي كي دي كي اف او في بي and xd. اذا ده النص المشفر وده النص الصريح، ان شاء الله تكون واضحة. نجي لعملية فك التشفير. فك التشفير عملية عكسية تماما، نفس اللي عملناه في النص المشفر النص الصريح نجي نعمله في النص المشفر. هنقوم نقسمه على اتنين اتنين، حرفين حرفين، ونشفره بنفس الطريقة. يعني نجي للإكس بي، الإكس بي عاملة صندوق، طبعا عكسها شنو هو هي، يعني حنطبق فيها نفس العملية بتاعت التشفير، حنطبقها في عملية فك التشفير في حالة إنه الحرفين جايين في زاويات متقابلات في شكل صندوق. يعني الإكس هتبقى يو والبي هتبقى إس، مش هي نفسها يو إس. اما لما يكونوا في صف واحد، احنا كنا بنعمل ازاحه يمين، يعني اذا قلنا مثلا A دايرين فك تشفير A و Z الاثنين في نفس الصف، في التشفير كنا بنعمل ازاحه يعني يمين، يعني A بقى Z والL بقى D. في الحاله دي هنعمل العكس، Z هنعمل ازاحه شمال، شمال ما في حاجه هتبقى A، والL هنعمل ازاحه شمال هتبقى I. نفس الشيء إذا كانوا الحرفين في نفس العمود، يعني إذا دارينا فك تشفير Y A و T هنفكها كالآتي، ال A هتبقى G، لا سوري العكس، ال A هتمشي إزاحة لفوق ما في حاجة فوقها هتكون Y، وال O هتعمل إزاحة لفوق واحد هتبقى G. يعني إحنا قبل في التشفير كنا بنعمل إزاحة لتحت، يعني ال T بقت لنا Y ده في التشفير، والاو بقت لنا تي صح، والواي عملنا ازاحه لتحت ما في حاجه تحت هتبقى اي. في حاله فك التشفير هنعمل العكس، يعني اذا عايزين نفك تشفير اي هنعمل ازاحه لفوق، طالما انه فوق ما في حاجه هتجي راجعه تحت، اي هتبقى فك تشفيره واي، وهكذا. ده فك التشفير ومساله ما صعبه ابدا. طيب انا خدت لكم هنا ده تمرين، عايزكم تحلوا وترسلوا لي الحل في الخاص. ده نص مشفر يا اخوانا، ده ما نص صريح، ده نص مشفر، hence CD cipher text. يعني انا عايزكم تفكوا التشفير مش عايزكم تشفروا. فك ده نص مشفر، فكوا التشفير بتاعه عن طريق خوارزمية بلايفير اللي اشتغلناها قبل شوية دي، وده المفتاح انفسك. يلا موفقين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.